يخلط شعبان برمضان. هذا المثل بينقال للشخص اللي بيخلط أمور ما لها علاقة ببعضها. مثل شعبي متداول جاء من حديث لرسول الله محمد بينهي فيه عن صيام يوم 30 شعبان، يعني قبل يوم واحد من رمضان، لأنه هذا اليوم يدعى بيوم الشك، وبيجوز صيامه فقط للأشخاص اللي صاموا شهر شعبان من بدايته. فبينضرب المثل للشخص اللي بيحاول خلط الأمور بقصد أو بغير قصد، وبيقولوا له عم تدخل شعبان برمضان.